مشاهدينا وحضورنا الكريم، رحبوا معي بالشاعر رقم 8 خزام السهلي من السعودية. حياك الله يا خزام. الله يبقيك. مرحبا مليار خزام، كيف تشوف المنافسة الحين؟ متفائل؟ والله المنافسة أكيد أنها راح تكون شديدة بما أننا في المرحلة قبل الأخيرة ومع صفوة الصفوة، وبالنسبة للتفاؤل أنا دامي على المسرح فأنا أكيد متفائل. الله يوفقك يا خزام، المسرح كله لك وحضور لجنتنا أمامك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بسم الله. تمادى الليل يا نور الصباح اللي سهر ترجيه على باب الأمل، يقبل مثل ما يقبل الساعي بأحلام الفقير اللي قليل من الفرح يرضيه، مضى ثلثين عمره ما دعاه لبسمته داعي، رسم للحلم تلويحة يدين، وللغياب وجيه وللتذكار دمع وللجروح المقبلة ناعي، وانا مثله رسمت الليل درب ولا بغيت اسريه، ظلامه يرمي بوجهي تعب ويهشم اضراعي طوان الهم من كثر احتياجي، والمسافة تيه وانا كنت انتظر عين السماء تشفق على قاعي، نعم مثله ولي رب اللي يا مني سجدت ادعيه يجيبك يا اول احلام الطفوله، واكبر اطماعي بعد ما جابك الله بدر موافق هوى ساريه، تباشر بك خفوقي قبل صوتك يحضن اسماعي، يا حلم ما حلمت اني اعيشه واتهنى فيه سوى باشعاري اللي تشبهك، يا بذرة ابداعي لفيتيني عمر كنت اتمنى لو قدرت اشريه بعمري، واهتني لذة منامي واهجر اوجاعي، تجليتي مثل نور القمر ما يقبل التشبيه، وكان الناس من حولك نجوم ما لها داعي. سلامتكم. سلام.